المملكة العربية السعودية بدأت منذ فترة الإعلان عن قضايا الفساد والمخالفات المالية المختلفة التي تحدث في المملكة، والتي تضمنت مبالغ مالية كبيرة ضمن توجه السلطات لملاحقة كل أشكال الفساد المالي ومحاسبة مرتكبيها مهما كانت أسماؤهم. وكان من ضمن القضايا التي لاقت متابعة شعب المملكة هي التي أعلنت عنها خلال الساعات القليلة الماضية بضبط شخصية عسكرية بارزة ومسؤولين في قطاعات حيوية ارتكبوا تجاوزات بملايين الريالات. ما هي تفاصيل القضية التي أعلنت عنها هيئة الرقابة في السعودية؟ وماذا تضم على وجه التحديد قائمة المتهمين؟ وما هي الرسالة التي وجهتها السلطات السعودية للمواطنين سواء للسعوديين أو للمقيمين على أرضها؟ أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية عن ضبط 13 قضية فساد في مجالات مختلفة، وضمت شخصيات بارزة من المملكة ومن خارجها تجاوزت مبالغها 50 مليون ريال منها. وتم ضبط موظف سابق بإحدى الشركات التابعة للدولة قام بتسريب معلومات تخص الشركة لشركات أخرى منافسة مقابل حصوله على مبلغ 34,900,000 ريال على دفعات، وقيامه بتأسيس شركات تجارية بأسماء أقاربه بهذا المبلغ وإصداره فواتير وهمية للإفلات من الواقعة وتحويله للمبلغ لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة. وقالت سلطات المملكة إن القضية الثانية تضمنت القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 شخصيات عسكرية بارزة يعملون بإحدى محافظات المملكة، واثنين من المقيمين من دول عربية يعملان كمندوبين لإحدى الشركات المسجلة باسم ابن أحد العسكريين 3، وقيامهم بدفع مبلغ 1,300,000 ريال لإدخال حاوية بضائع ممنوعة تضم ألعابا نارية قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية. أما القضية الثالثة فأعلنت عنها هيئة الرقابة السعودية، وهي إيقاف رئيس مركز بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 435,000 ريال وسيارتين 2 على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل توظيف شقيقه بالمركز. والقضية الرابعة تضمنت إيقاف 5 مقيمين من دول عربية عرضوا مبلغا ماليا على موظف بأحد البنوك مقابل إيداع مبلغ 7,215,000 ريال نقدا كانوا بحوزتهم. وتضمنت القضية الخامسة القبض على مهندس من دولة عربية له سوابق معروفة ويعمل بإحدى الشركات أثناء استلامه مبلغ 115,000 ريال من أصل مبلغ 500,000 ريال مقابل صرف مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المتعاقدة بالباطن لصيانة وتشغيل وتأمين أنظمة الإنذار بالمسجد الحرام والوعد بإرساء عقود أخرى. وفي القضية السادسة تم ضبط موظف بإحدى الجامعات حصل على مبلغ 107,000 ريال من مقيم من إحدى الدول العربية يملك شركة بالمملكة مقابل تمكين شركة من الحصول على عقود من الجامعة قيمتها 8,185,000 ريال. والقضية السابعة تم ضبط المدير المالي بإحدى الإدارات الصحية وموظف بالشؤون الصحية لقيام الأول بإصدار شيك للثاني بمبلغ 95,000 ريال من الشؤون الصحية بطريقة غير قانونية واقتسام المبلغ. والقضية الثامنة تضمنت ضبط مواطن سعودي ومقيم ودفع مبلغ 60,000 ريال لمسؤول بالأدلة الجنائية مقابل التلاعب في إثبات النسب. كما تم ضبط 3 مقيمين من إحدى الجنسيات العربية أثناء تسليم 7,700 ريال لموظف بأحد البنوك مقابل تسهيل إيداع مبلغ 1,403,000 ريال. أيضا تم إيقاف عسكريين 2 ومقيم 1 من جنسية آسيوية يعملون بمشفى القوات المسلحة بإحدى المناطق لقيامهم ببيع أدوية محظورة الصرف إلا بوصفة طبية من مستودع المشفى مقابل مبالغ مالية،
وتم ضبط موظف بوزارة النقل والخدمات اللوجستية لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار خطاب موجه للمحكمة العامة يتضمن معلومات غير صحيحة مقابل مبلغ مالي. السلطات السعودية أعلنت أيضاً عن ضبط شخصية عسكرية بإدارة المرور لحصوله على مبالغ مالية مقابل السماح بمرور الشاحنات خلال أوقات الذروة. وأخيراً تم ضبط موظف بلدية بإحدى المحافظات أثناء استلامه مبلغاً مالياً من مواطن مقابل تسهيل إجراءات معاملة رسمية وتسريب وثائق تابعة للبلدية.